ولازم نشغل السريع بقى ولا ايه يا عبد الله؟ ولا هتديها على طول لسعيد؟ هنشوف في المنطقه الخلفيه، وادي هنا استقبال جيد ومتقن، وفي مركز أربعة المنعم، وكرة كده في الزاوية بنقطة مباشرة يشير إليها حامل الراية بنقطة، ومبروك النادي الأهلي. وبنعود مرة تانية للكابتن هيثم السعيد والدكتور فؤاد عبد السلام لتحليل اللقاء. خلي الحاجة دي جنبك بقى. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. كالعادة يا سادة، الأهلي مصدر السعادة، الأهلي هو البطل دائما أبدا، الأهلي بطل كأس مصر لكرة الطائرة رجال بعد مباراة قوية وكان فيها ندية كبيرة من نادي طلائع الجيش. انتهت أشواطه كالآتي: 25-17، 25-20، 25-23. ألف مليون مبروك النادي الأهلي، ألف مبروك، ألف مليون مبروك الكابتن محمد مصلحي واللاعبين، ألف مليون مبروك الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، ألف مليون مبروك جماهير النادي الأهلي العظيمة. كابتن فؤاد عبد السلام ضيفي في الاستوديو، برحب بيك بالمرة الثانية، وألف مليون مبروك يا كابتن فؤاد. هي ألف مليون مبروك. البطولة رقم 21 لكأس مصر، تدخل دولاب ميداليات النادي الأهلي، ده شرف كبير جدا ورقم قياسي، لأن أقرب المنافسين نادي الزمالك بخمس بطولات فقط، فدي حاجة الحقيقة تحسب لمجالس إدارات النادي الأهلي وللنشاط الرياضي وللجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مصلحي ومساعديه كلهم. الأهلي ضم البطولتين. طيب كابتن، إيه العجوز دي بس الأول؟ عشان يعني دي حاجة، يعني أنا شفت امبارح وشفت النهاردة مجهود كبير يا أحمد، بهنيكوا بهني كل زمالك وبهني النادي الأهلي، بس قول لي إيه موضوع عجوز ده الأول؟ هو انا اقول الحمد لله رب العالمين على مكسب النهارده. الحمد لله ثلاث بطولات السنه دي، كان مجهود صعب جدا السنه دي، لكن الحمد لله ربنا كرمنا، وهي دي النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده روح النادي الاهلي، فالحمد لله ربنا كرمنا. موضوع عجوز دوت اقاويل كتير كانت بتتقال يعني بره على السوشيال ميديا، يعني اللي احنا فرقه عواجيز، عشان كده بس احنا بناخد الموضوع يعني بهزار يعني. يا ريت عندنا فرقة عواجيز بتكسب 3-0 كل مباراة، بتحقق دوري، بتحقق بطولة عربية، بتحقق كأس مصر، يا ريت عندنا الفرقة كلها تبقى عواجيز يعني. والله الحمد لله يعني. بص أنا كواحد زي أنا، الموضوع بالنسبة لي السن مش في البطاقة، هو الموجود أنت عندك إصرار وعزيمة تقدر تلعب زي ما أنت عايز، وده اللي اتعلمته في النادي الأهلي، لأن مفيش حاجة اسمها سن، طول ما أنت عندك العطاء هتلعب العب. فالحمد لله رب العالمين، وأدي الحمد لله دي النتيجة، ثلاث بطولات في موسم صعب جدا مع توقف 4 شهور، فالحمد لله رب العالمين، يا رب يديم علينا نعمه ومزيد من البطولات ان شاء الله. مبروك يا كابتن، ربنا يخليك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، فرحه كبيره جدا، نجم نجوم النادي الاهلي كابتن عبد الله عبد السلام، ببارك لك كنجم النجوم حبيب. اداء كالعاده وروح كبيره وشخصيه النادي الاهلي عندكم عارفينها، ببارك لكم الثلاثيه لازم تكون من نصيب النادي الاهلي. مبروك عبد الله. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك، ببارك للعيبه الرجاله جهاز فني محترم مجلس اداره، بقول لهم الف مبروك طبعا، اللي انت ترجع بعد فيروس كورونا شهر ونص، استعد دوري وكاس، الحمد لله رب العالمين. يعني فرقتنا فرق بطوله، لعيبه خبرات وشباب وشباب صاعد ان شاء الله رب العالمين، مستقبل النادي الاهلي. بالنسبه ان احنا الحمد لله رب العالمين قادرين ان احنا نحتفظ بالدوري والكاس الحمد لله رب العالمين كل سنه، والحمد لله رب العالمين. عارفين اصراركم وعزيمتكم، لكن كمان الرساله اللي بتكون متواجده من الكابتن محمود الخطيب اما بيكون متواجد وبيدعم وبيساند بتوصل لكم بشكل كبير جدا يا عبد الله. طبعا دي مش غريبه عن النادي الاهلي، انا طبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب، بنشكر اللواء العميد مرجان، بنشكره بنقول له كتر خيركم، طبعا دي مش حاجه غريبه عليكم ان انتوا تيجوا تاذوا الفريق في النهائيات ديت، بقول لهم كتر خيركم وان شاء الله نلاقيكم بزين البطولات ان شاء الله. ربنا يخليك شكرا. فرحه كبيره طبعا يا كابتن هيثم، وكل طبعا سعيد وفرحان جدا، ويمكن الكابتن محمود الخطيب كان داخل طبعا على لعيبه النادي الاهلي عشان يهنيهم بالفوز الكبير جدا، حاجه رائعه جدا ومميزه، والحقيقه كل الشكر والتقدير للنشاط الرياضي بالكامل وكل اللعيبه، موسم رائع ومميز جدا بينهيه للنادي الاهلي، وزي ما اكدنا وقلنا كابتن هيثم سواء في سيدات الكره السله، سيدات الكره الطائره، والنهارده كمان الكره الطائره رجال بتحقق الثلاثيه، مجهود كبير جدا بنحيي عليه الجميع. ويمكن زي ما انتم شايفين
حميد مرجان متواجد، الدكتور سامح حمدي متواجد، الكابتن محمود الخطيب متواجد، رساله ورساله دعم ومسانده كبيره جدا للجميع. ان شاء الله باذن الله بنستمر الفتره اللي جايه، بنتمنى يكون هذا الاستمرار الرائع والمميز جدا للنشاط الرياضي بالنادي الاهلي. ويعني يمكن كابتن محمود الخطيب اكيد هيقول كلمه لكل لعيبه النادي الاهلي، يعني هنحاول ان احنا نكون معاك وناخد الكلمه اللي هيقولها كابتن محمود الخطيب. ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله باذن الله. شو العربيه اللي جايه؟ موسم طويل مش عايز، مش عايز لازم تكون من نصيب النادي الاهلي. ببارك لك وبارك لكل اللعيبه الرياضي بالكامل، كابتن محمود الخطيب كمان. المجلس حاول يوفر نشاط يعني كل المناخ الطيب، وانت كمان يا كابتن ميدو كان ليك شغل كبير جدا ودور كبير مع لعيبه النادي الاهلي. مبروك الثلاثيه يا كابتن. والله الحمد لله، يعني بحمد ربنا الثلاثيه العام الثالث على التوالي بنسبه 100% كل موسم الحمد لله. يعني ده مجهود كبير جدا بيبذل يعني من اللعيبه ومن الجهاز الفني كله، فالحمد لله. والله فعلا احنا تعبنا السنه دي يمكن جدا عشان نوقف اللعيبة على رجليها، سواء كان قبل الكورونا عشان المنتخب كان في تجميع منتخب طويلة، وبعد الكورونا كانت صعب جدا احنا نوقفهم على رجليهم. الحمد لله بشكر اللعيبة جدا على المجهود العظيم اللي عملوه، ونهاية موسم الحمد لله موفقة بالثلاثية. كابتن محمود الخطيب دلوقتي في كلماته وزي ما بنقول مأكد الحافز وبيدعم وبيساند، عارف يعني النادي الاهلي عارف يعني ايه كابتن محمود الخطيب، والعكس صحيح جمهور النادي الاهلي عارف يعني ايه كابتن محمود. والله كابتن محمود اتكلم ان اسعد ايام حياتها دلوقتي في اللعب، ومش هخب عليك قال لك لازم تفرحوا جمهور تاني وتالت ورابع. الاهلي كده وطول عمره كده، وان شاء الله نقدر يعني الجمهور حاطط امل على الفريق بتاعنا ده، والحمد لله ان احنا دايما نكون عند حسن الظن الحمد لله. مبروك يا كابتن ميدو. ربنا يخليك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ونروح طبعا للجمله بقى، سواء كابتن محمود رؤوف، كابتن محمد معوض، كابتن عبد الفتاح. كابتن محمود بارك لك النهارده طبعا على الفوز، هو ده النادي الاهلي ومتعودين على كده، لكن لما بتحقق الثلاثيه بيكون ليها تاثير عند جمهور النادي الاهلي اللي بيطالب على طول بالفوز. ببارك لك وبارك لكل اللعيبه. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. طبعا احنا بندي الفوز لجمهور النادي الاهلي اللي ورانا دايما وبدعمنا، وان شاء الله الفتره دي تعدي ان شاء الله ونرجع نشوفهم معانا تاني ونحتفل في الملعب مع بعض. زي ما انت قلت طبعا الثلاث بطولات دي، يعني احنا كان نسينا افريقيا كمان تتلعب ونبقى اربع بطولات. الفرقه دي فعلا رجاله، واحنا بنتعب جدا، يعني مش عايز اقول لكم يعني كميه المجهود اللي بتعمله عشان نظهر بالمنظر ده. والحمد لله، وان شاء الله دايما نبذل نفس الجهد، وان شاء الله دايما بطولات الكره الطايره تبقى في النادي الاهلي. مبروك. ربنا يخليك. شكرا. اكيد طبعا كمان بيضمننا نجم نجوم النادي الاهلي كابتن عبد اللطيف عثمان. طبعا مبروك، يعني زي ما بنقول قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، فما بنكسب مباراه واثنين وثلاثه وما بنكون كمان النتيجه 3-0 الامر بيكون كبير جدا عند جمهور النادي الاهلي، متعودين على الاداء ومتعودين على المكسب، لكن النتيجه بتفرق معانا. مبروك النهارده، اداء رائع كالعاده من كل لعيبه النادي. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. الحمد لله ان يمكن الفرقه هنا كل اللعيبه فيها كبار وصغيرين قد المسؤوليه، وعارفين المسؤوليه اللي عليهم والمسؤوليه قدام جمهور وقدام النادي، فالحمد لله بننزل قدام كل الماتشات بتركيز كبير عشان نقدر نحسمها بشكل كويس. والحمد لله الفرقه السنه دي يعني في الظروف اللي حصلت دي كلها قدرت تطلع تكسب الثلاث بطولات بنسبه 100%، وعندنا فتره ان شاء الله ونبدا الموسم الجديد، فان شاء الله نوعد الجمهور كمان والنادي ان احنا ان شاء الله الفرقه هتحافظ على نفس الاداء ان شاء الله. ظروف استثنائيه الفتره اللي فاتت، كورونا، ويمكن اللعيبه غابت بشكل كبير، لكن قدرتوا تقفوا على رجليكم وقدرتوا تحققوا. الفتره دي كانت بالنسبه لكم ايه ومثلت لكم يا عبد الله؟ لا الموضوع كان صعب جدا، ان انت اربع شهور تقريبا قاعد في البيت، ومره واحده تيجي ترجع وتلعب ماتشات وعدد ماتشات كبير في وقت قليل، فدي كانت صعبه شويه، بس الحمد لله يعني اللعيبه الحمد لله عارفه المسؤوليه اللي عليها، والجهاز الفني واللعيبه تعبوا جدا مع بعض، والحمد لله يعني عدينا المرحله دي.
الله يبارك فيك ربنا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، فرحه كبيره جدا ان حسام يوسف كمان يكون معانا. يمكن كل الفرقه النهارده يمكن الحقيقه ادت اداء اكتر من روك حسام. طبعا كالعاده بنقول رجاله النادي الاهلي غير لما بتحط حاجه في دماغها بتحققها، نحقق ثلاث بطولات ده امر مش جديد على النادي الاهلي، لكن كان محتاج مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت. مبروك حسام وببارك ليك وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي. الله يبارك فيك ومبروك لكل اهلاويه، مبروك لجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني، كلنا تعبنا طبعا، الظروف استثنائيه السنه دي، كورونا وراجعين والفورمه نزلت، كنا قبل الكورونا طبعا احسن من كده بكتير، بس الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا عشان احنا تعبنا من اول السنه، وده تكليل لمجهود اللعيبه كلها الحمد لله. لكن عايز اشيل نقطه مهمه جدا، كابتن محمد مصلحي وقربه ليكم بشكل كبير، السن كمان ليه تاثير كبير جدا معاكم وعلاقتكم الطيبه جدا، ده مأثر معاكم بشكل كبير جدا على الفوز الفتره اللي فاتت بالنسبه للبطولات؟ اكيد طبعا، معظمنا لعب مع كابتن ميدو مصلحي في الملعب، هو اخونا الكبير ما بنعتبروش مدرب، العلاقه ما بيننا علاقه اسريه، كلنا اسره كلنا مع بعضينا، والحمد لله ده باين في الملعب، الناس كلها بتطلع اقصى حاجه عندها عشان تسعد الجمهور وعشان الراجل ده بيتعب معانا كتير يعني. الله يبارك فيك ربنا. بنبارك اكيد يا كابتن هيثم، حاجه رائعه ومميزه جدا. كابتن محمود جمعه كمان مدرب فريق النادي الاهلي، الكل بيقوم بدوره يا كابتن محمود، مبروك، الكل بيقوم بدوره، وهو ده النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، عارفين لازم نكسب ولازم نحقق السعاده للجمهور اللي منتظر منكم كتير جدا، بتحققوا الثلاثيه وده مش جديد عليكم ومش جديد على كل لعيبه النادي الاهلي. والله الحمد لله وشك حلو علينا كريم. الحمد لله رب العالمين، السنه دي ربنا كرمنا بطوله عربيه وبعدين الدوري وبعدين الكاس، فالحمد لله رب العالمين، هي دي روح النادي الاهلي وهي دي رجاله النادي الاهلي، مش جديد عليهم والله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كريم، الحمد لله. جمهور النادي الاهلي بيمثل لكم بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه، محتاج منكم كتير، وكان الكابتن محمود الخطيب كمان اشار لكده، قال لازم انتم تساعدوا كل الجماهير الفتره اللي جايه، مطلوب ايه الفتره اللي جايه؟ طبعا زياره كابتن بيبو لينا النهارده شرفتنا وادت لعيبه دفعه كبيره جدا، جمهور النادي الاهلي ورانا على طول، متابعنا الحمد لله، دايما في ظهرنا، دايما بيدفعنا، بيبقى عامل رئيسي ان احنا نكسب، الحمد لله رب العالمين، طول ما هم في ظهرنا ان شاء الله نوعدهم ان احنا نقدم اكتر حاجه عندنا واحسن حاجه عندنا، ونوعدهم السنه الجايه ان شاء الله بالثلاث بطولات او الاربع بطولات لو لعبنا افريقيا باذن الله رب العالمين ان شاء الله. شكرا يا كيم ربنا. بنبارك من جديد لكل نجوم النادي الاهلي، ويمكن لحظات ويكون طبعا المراسم التتويج لبطل كاس مصر النادي الاهلي. ارجع ليك للاستوديو يا كابتن هيثم، وسيب كل جمهور النادي الاهلي مع مراسم التتويج، وان شاء الله يكون لنا لقاءات من جديد. عوده ليك يا كابتن هيثم. الزميل كريم احمد، شكرا جزيلا، لقاءات مهمه، شفنا طبعا لقاءات اللاعبين، شفنا كابتن محمود الخطيب وهو طبعا بيلقي كلمه مع اللاعبين، الحقيقه منتهى الجمال ومنتهى الروعه، البطوله حلوه والمكسب جميل، واكيد اكيد في يوم من الايام ان شاء الله يعني هنقعد ونفتكر الايام دي ونفخر بالنتائج. الكاس رقم 21 الثالث على التوالي، ثلاث مواسم الحقيقه رجال كره الطائره بيحصدوا الثلاثيه. دكتور يمكن المكسب حلو، والمكسب بيخلي مود، يعني مودي انا في مكسب الاهلي في اي حاجه، يعني مودي بيتغير، حاجه مشرفه جدا، وكل التهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي والنشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر والجهاز الفني بقياده الكابتن محمد مصلحي وجميع اللاعبين بقياده عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، وايضا في هذا المشهد الجميل جدا انا عايز اهني واشكر الكابتن ابراهيم فخر الدين لانه اخرج لنا مباراه شيقه، كان بيلعب لاخر نفس مش مستسلم، صحيح، بذل مجهود كبير جدا، اعتقد خبراء الكره الطايره في مصر هيقدروه. الجيم الثالث قفلوا تماما، خلص 25-23، وبعدين قدم نجوم جداد، النهارده قدم كابتن عمر تامر نمرة 20 بديل لأنس رقم 5، ودوت من الناشئين أنس أبو هاشم، أنس أبو هاشم قدم برضو صانع ألعاب إيهاب رقم 2 بديل للكابتن أشرف أبو الحسن، بحيث أنه بيهدي الملعب على قد ما بيقدر، الأوراق ما مش معاه مش كفاية، لكن مدرب خبير وقيمة كبيرة في ملعب كرة الطائرة، وفعلا الإخراج النهاردة للمباراة كان رائع، يليق بنهائي كاس مصر، وان هو يبقى ثلاث سنين على التوالي بيبقى هو الحصان الاسود او بيجيب الميدالية الفضية، فطبعا تحية ليه. انما الجميل جدا ان كابتن ميدو برضو قدم، رجع محمد عبد المنعم في المباراة شوط ونص مكان احمد عبد العال، نزل لعب كويس جدا، وده كانت اكبر تبديلة واضحة، اطمأننا على عبو لاعب الارتكاز
اطمأنينا جدا على احمد صلاح، وزي ما كان مع الزميل كريم احمد بيقول ان احنا بيقولوا علينا عواجيز، لا الرد في الملعب يا كابتن، الرد كان في الملعب. فكون ان هو ظبط الاعداد البدني الجهاز الفني ومعاهم طبعا مدير الاحمال بتاع النادي الاهلي، فده تحية خاصة ليهم، ان هم واضح ان هو اعدادهم البدني كان مميز، ما وقعوش زي كثير من الفرق اللي هي بتقع، لا كان الريتم والايقاع بتاعهم دايما في الطالع، ونهوا الموسم بثلاثيه جميله جدا، بطوله عربيه، بطوله دوري، بطوله كاس، لا حاجه مشرفه طبعا للجهاز وللنشاط الرياضي والمجلس اداره النادي الاهلي، لا في جهد وعرق واضحين جدا جدا. واعتقد المستفيد الاول من هذا الكلام هو الاتحاد المصري لكره الطايره والمنتخب بتاعنا ان شاء الله. حقيقه منظر مفرح، منظر جميل، حقيقه مباراه كانت رائعه ادى فيها النادي الاهلي وتسيدها منذ البدايه للنهايه، كل التقدير والاحترام لكابتن ابراهيم فخر الدين احد رموز واحد طبعا عظماء هذه اللعبه كمدير فني اكيد وكمان كمان لاعب. خلينا اقول برضو انه يعني المباراه شهدت تالق عدد كبير من لعيبه الاهلي يا كابتن، يمكن احنا كنا متخوفين شويه او كنا بنقول ان هيتم الاعتماد على 5-6 لاعبين، ولكن الحقيقه كابتن محمد مصالح ميدو فاجئنا بالاعتماد، يمكن النهارده شارك تقريبا انا مش متذكر 10 لاعبين بالتقريب يعني بعنايه المجرده كده، ولكن انا ما حسبتش طبعا بالظبط. الحقيقه منظر وتابلو جميل نتمنى ان يتكرر. النادي الاهلي حتى وهو بياخد البطوله ملتزم بالالتزام، ما شفناش اي، الحمد لله رب العالمين، ما شفناش اي تجاوز، ما فيش اي خروج. الحقيقه منظر وتابلو جميل جدا جدا يا كابتن فؤاد. والحكام النهارده انا بشيد بيهم طبعا، حكمنا الاول وليد الخشن الحقيقه كان مميز جدا، الحكم الثاني ايمن الذهبي كان مميز جدا برضو، اخرجوا المباراه ساهموا في اخراجها أكيد. بالصوره المشرفه، واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك ونشكر الحكام. والحقيقه كابتن لازم ننتقل لارض الملعب للزميل طبعا عزب السيد لنقل طبعا مراسم تتويج النادي الاهلي كبطل، فالى هناك. نعود مره ثانيه مع حضراتكم بقى ولحظه التتويج وتكريم للحكام اللي اداروا اللقاء، الحكم الثاني كابتن ايمن الذهبي، وتسلمه كده لميدالية تذكارية من الاتحاد وأيضا درع تذكاري. شايفين بقى في اللجنة الدكتور حسن، الدكتور سامح حمدي، والكابتن سامي إبراهيم، والكابتن ناصر شعبان، وأدي علامات الفرحة على أوجه الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي، اللواء خالد أبو زينة بيداعب كده أجهزته بقى الفنية ولاعبيه، وما زال تتويج الحكام مستمر. أو تكريم الحكام مستمر، التتويج لا يكون إلا للبطل. وهذه الطاقم التحكيمي الدكتور وائل عنديل، وأغلب الحكام المساعدين كانوا من منطقة الجيزة اللي تم إحلال وتعيين بقى منطقة الجيزة ومنطقة الدهالية كده عن طريق الدكتور سامح حمدي. هنبدأ بقى مع حضراتكم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بعد تكريم اللجان المختلفة في الاتحاد المصري، بعد طبعا ما نجاح اللجنة المؤقتة بقيادة الدكتور سامي حمدي في الخروج بالبطولة بالشكل اللائق، سواء دوري عام أو كاس سيدات ورجال أو بطولات المراحل السنية ناشئين وناشئات وشباب وشابات. كان موسم صعب جدا طبعا بجائحة كورونا كده اللي حرمت العالم كله من ممارسة الرياضة، ولكن بإصرار منقطع عن نظير صمم كل الأجهزة بقى ووزير الرياضة باستئناف الدوريات طبعا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ولكن زي ما احنا شايفين اهو تابلو بيترسم من جديد وابتسامة جديدة على أوجه اللاعبين
واظن ان ابتسامتهم وفرحتهم مش بالفوز فقط، ولكن طبعا ابتسامه بعوده النشاط مره اخرى بعد توقف دام 4 سنوات ونص والتتويج لنادي الزمالك صاحب المركز الثالث. يقوم به كابتن سامي ابراهيم عضو اللجنه المؤقته لاداره شؤون الاتحاد، ومعاه احد البارزين داخل صفوف المنظومه في نادي الصيد، وهو مدير النشاط الرياضي بنادي الصيد الكابتن اشرف الفار. وما زال تتويج نادي الزمالك بالمركز الثالث في بطولة كأس مصر. هنروح بقى لصاحب المركز الثاني والمباراة اللي اتقدمت بشكل وتابلوه رائع طبقا لتعليق طبعا الدكتور فؤاد عبد السلام، وفعلا عنده حق كابتن ابراهيم فخر الدين قدم لنا حاجه بتعلم الناس كلها ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. فريق نادي الجيش تم احلاله وتجديده في الموسم السابق، وزي ما احنا شايفين لاعبين صغار السن داخل الصفوف بيقودهم المخضرم اشرف ابو الحسن داخل صفوف نادي طلائع الجيش، بيحاول مع فرقته كده واللي وصلهم للمركز الثالث في الدوري والمركز الثاني في الكاس. وادي اول تكريم اهو بيكون من العميد صادق رئيس جهاز نادي الجيش، بيكرم فرقته وبيقلدهم كده الميداليات الذهبيه الفضيه عفوا. شبل واشرف ناس من الجيل الوسط، ولكن طبعا بيثروا الكره الطائره داخل صفوف نادي الجيش. اشرف ابو الحسن مرقب بالحاوي، وادي انس ميداليه المركز الثاني. تشريف وتكريم لكل الرياضيين وصولهم لمنصات التتويج. مازال تقليد الميداليات لصاحب المركز الثاني نادي طلائع الجيش. شايفين في لاعبين فعلا صغار السن داخل الصفوف، وده مكسب كبير لنادي طلائع الجيش بقياده المخضرم الكابتن ابراهيم فخر الدين ابن من ابناء النادي الاهلي. الجهاز الفني والإداري المعاون. وادي ظهر بقى في الكادر محمد دخيل المدرب العام لنادي طلائع الجيش من أبناء درونكا، ثم كابتن الوزير والكابتن ابراهيم فخر الدين. وادي الصور التذكاريه لصاحب المركز الثاني نادي طلائع الجيش. والان مع الذهب والنادي الذهبي والنادي القرن النادي الاهلي ومحمد عبد المنعم، وطبعا بقى ادي الجهاز المعاون بيقلد كده الميداليات الكابتن سامح حمدي ورئيس نادي الصيد الكابتن محسن طنطاوي. وادي الميداليات الذهبيه الكابتن سامح او الدكتور سامح حمدي ونائب رئيس نادي الصيد، يقلدوا اللاعبين للنادي الاهلي الميداليه الذهبيه والفوز بالمركز الاول ببطوله كاس مصر دوله. واحمد صلاح اهو. وادي جمعه بقى الولد الشقي في داخل الصفوف على طول بيلقن اللاعبين بكل التعليمات الفنيه، ما شاء الله حابينه جدا داخل صفوف النادي الاهلي. وادي عبد الرحمن كان عنده اصابه خفيفه كده، ان شاء الله يرجع منها سالم على طول داخل صفوف النادي الاهلي. وشايفين على الكادر اهو
الكابتن محمد همام نائب رئيس نادي الصيد، والدكتور سامي حمدي ما زالوا يقلدوا النادي الأهلي، النادي البطل، النادي صاحب المركز الأول في بطولة الدوري، صاحب المركز الأول في بطولة الكاس، ما شاء الله صاحب المركز الأول في البطولة العربية ثلاثية ولا أروع من كده. ولو كان فيه زي ما قلنا رباعية وخماسية كان يستحقها النادي الأهلي، لأنه فعلا فريق لا ينافس حتى الآن، وإن شاء الله تكملة المسيرة على كده وتم التقليد. ومستنيين بقى كأس البطولة واللي يستلمه كابتن الفريق أحمد صلاح. وادي برضو الصور التذكارية، الثلاثية هي عاملها بإيديه لاعبي فريق النادي الأهلي، بيشاوروا الثلاثة كده، كابتن الفريق أحمد عبد الله عبد السلام عفوا، طبعا الاثنين أبناء جيل واحد. وادي تسليم الكأس لكابتن الفريق عبد الله عبد السلام. قد ايه خلوق، قد ايه بيراعي لاعبيه، قد ايه بيكون همزه وصل ما بين الجهاز الفني والاداري واللاعبين، وابتسامته الجميله اللي ما بتفرقش وشه ما شاء الله، ولسه مكمل في الملعب يا عبد الله بمنتهى التألق ومنتهى الاجاده، انت واحمد صلاح وكل زمايلك. ان شاء الله نشوفكم في مزيد من البطولات والمناسبات والفوز بكافه البطولات اللي بتقوم، سواء افريقيه او عربيه او اسيويه او اي بطوله هتقوم النادي الاهلي هيكون فيها، هيفوز ان شاء الله بالمركز الاول. كل الشكر للدكتور سامي حمدي رئيس اللجنه المؤقته، للكابتن محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، لكافه اللاعبين، وشكر خاص لاشرف ابو الحسن الحاوي داخل صفوف نادي الجيش صاحب ال 45 عام. وبنعود مره ثانيه للكابتن هيثم السعيد، سعدته بوجودي معكم محدثكم عزب الشرباجي، على امل اللقاء قريبا ان شاء الله في مزيد من المباريات ومزيد من التعليقات داخل اروقه قناه النادي الاهلي، نادي النسر الذهبي، النادي المحلق دائما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا الزميل الكابتن عزب السيد معلقنا المتميز. الحقيقة مباراة والأروع، كأس مؤمن زكريا، كل اللاعبين بيهدوا الكؤوس ويهدوا البطولات لمؤمن زكريا ربنا يشفيه. والحقيقة لا يسعني غير أن أنا أشكر الدولة المصرية على قرار استئناف الرياضة، طبعا كان قرار مهم. ونروح للزميل، بيبلغوني طبعا للزميل الكريم أحمد من أرض الملعب، ولقاءات مهمة. تفضل يا كريم. في النادي الأهلي والحمد لله على المكسب، طبعا ببارك للجمهور وطبعا ببارك للفرقه وطبعا ببارك لنفسينا واهالينا وببارك لكل الاهلاويه وببارك لمجلس اداره، الحمد لله على المكسب. الظروف كانت صعبه واستثنائيه وتوقف نشاط، ويمكن اللعيبه رجعت من جديد، وهي دي امتى النادي الاهلي الكبيره اللي بنتكلم عليها، عارفين ان احنا عندنا هدف اسعاد جمهور النادي الاهلي. الفتره دي كانت صعبه جدا عبد الحليم. طبعا الحمد لله كان في اصابات كتير كنا، وبعد كده رجعنا بدا الفيروس كورونا، فيروس كورونا وقفنا تاني البطولات، وقفت تاني، وبعد 3 شهور راحه رجعنا، بس الحمد لله ادانا ان احنا مع الدكتور ابو الحسن اللي هو البدني، فهو الحمد لله قدر يرجعنا لمستوانا، والحمد لله قدمنا موسم استثنائي ومبروك لينا كلنا. الله يبارك فيك. مستمرين معاك اكيد يا كابتن هيثم، ويمكن طبعا زي ما انت شايف فرحه كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، والفوز مهم جدا طبعا، الهدف هو اسعاد جمهور النادي الاهلي، وده اللي بيراهن عليه، وده اللي بيراهن عليه مجلس الاداره، وده اللي بيراهن عليه جمهور النادي الاهلي. محمد معوض نجم نجوم النادي الاهلي، مبروك النهارده طبعا كالعاده. اسعاد الجمهور هو هدف بالنسبه لكم وبالنسبه لكل الاهلاويه، لكن لما بنحقق بطوله عربيه ودوري وبطوله كاس مصر، لا دي تحسب بشكل كبير جدا في تاريخه وتحسب لكل اللعيبه. الف مبروك النهارده. ربنا يخليك ويبارك فيك. طبعا بارك لكل الجمهور الاهلي، كابتن خطيب نورنا النهارده، وشه حلو علينا ما شاء الله، وبارك للمجلس الاداره كله، اللعيبه طبعا، الطاقم الطبي والاداري والفني. تعبنا كتير السنه دي، كان موسم صعب علينا في الاول، كانت ناس راجعه من المنتخب كانت تعبانه، ما كناش جاهزين قوي، الكورونا جت خلصت علينا، كان في وقت ضيق نجهز فيه، بس الحمد لله قدرنا نجهز كويس وكسبنا. خسرنا بس ماتش الزمالك ما كانش ليه اي لازمه، وكسبنا كل الماتشات الحمد لله، وفي الكاس 3-0 الزمالك، 3-0 الجيش، ماتشات وان سايد جيم، فالحمد لله. زي كابتن ميدو تحديدا وممكن كابتن جمعه وكابتن تامر، ازاي قدروا يأهلوكوا، لان الفتره كانت صعبه، بعيد عن التدريبات وبعيد عن فورمه المباريات، الفتره دي كانت محتاجه شغل من الجهاز الفني ومنكم، لكن لو بتكلم على الجهاز الفني ازاي قدر يأهلكم مره ثانيه؟ طبعا كانت فتره صعبه جدا، فتره جديده ما عدتش علينا خالص، اللي احنا نقف 3 شهور كده، مفيش صالات جيم، مفيش تراك، مفيش اي حاجه، كان طبعا صعب عليهم جدا، ثم جهاز ما شاء الله على اعلى مستوى،
معانا برضو الدكتور حسن كان مأهلنا كويس جدا، قدرنا نتمرن شويه لحد المال لغايه لما رجعنا النادي وعملنا فتره اعداد كويسه جدا، قدرنا الحمد لله نلعب كل الماتشات بدنيا كويس من غير اصابات الحمد لله رب العالمين، فنشكرهم على المجهود بتاعهم. مساء الخير لكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر منكم كتير بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله. طبعا هنهدي لهم الفوز ده ويا رب يرجعوا ينوروا تاني الصالات ويا رب نكون دايما حسن ظنهم. شكرا. كبير ببارك لك طبعا يوسف على الفوز وعلى البطوله وعلى البطوله العربيه وبطوله الدوري، لكن النهارده بنقدر نحسب 3-0 حاجه رائعه جدا ومميزه. الف مبروك. الحمد لله، يعني موسم كان صعب طبعا بعد الكورونا، بس الفرقه تعهدت صغيرين وكبار كل الفرقه ان شاء الله السنه دي عشان احنا نستحق وتعبنا كتير جدا، فتعهدنا ان ما فيش بطوله هتخرج بره النادي، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا البطولات كلها اللي دخلناها. اصعب ظروف عدت عليكم في الفتره اللي كان فيها عدم تدريبات وفتره الكورونا، ازاي قدرتوا ترجعوا؟ لان ده نقطه كبيره جدا زي ما اكدت يمكن كنت بتكلم مع محمد، نقطه تحسب للجهاز وتحسب لكم لان كنت بعيد جدا عن تدريبات وفورمه المباراه. طبعا هي دي نقطه يعني لازم تبقى بين اللعيبه والجهاز، لازم اللعيبه تخلي بالها من اوزانها، تحاول على قد ما تقدر في البيت، وده اللي حصل ومع متابعه الجهاز. وكنا اول لما الوزاره فسمحت بالتمرين كنا احنا اول فرقه نزلنا اتمرنا حتى بره النادي، فده الحمد لله ده بيبين يعني احنا ماتشات ورا بعض الفرقه كل اللي بينزل بيأدي، الفرقه واقفه على رجليها بدنيا، فده يعني شغلنا الحمد لله وشغل الجهاز باين، فالحمد لله ربنا كرم. الحمد لله ربنا يخليك. شكرا. مبارك من جديد يا كابتن هيثم، مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الجمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، خلاص بقى يعني زي ما اتعودنا وزي ما لعيبه النادي الاهلي معودانا دقائق بنفرح ثم بنبص بقى للفتره اللي جايه، اكيد محتاجه شغل كبير جدا. مبروك من جديد للجميع، مبروك ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون كلها انتصارات لكل فريق النادي الاهلي. عوده للاستوديو مره جديد والكابتن هيثم السعيد. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا على التغطيه المتميزه، والحقيقه لقاءات مهمه، شفنا فرحه اللاعبين، شفنا فرح الكابتن محمد مصلح ميدو. كابتن فؤاد يمكن كان متوتر جدا اثناء اللقاء. لا هو ما كانش متوتر، بس كان حريص ان هو عايز ياخد الثلاثيه، طبعا عايز يبقى هو ملك الصالات اللي هو خلص كل البطولات وكسبها بالنسبه للالعاب الجماعيه، وده شيء طبعا مشرف جدا. الحقيقه احنا شكرنا جهاز النادي الاهلي وخصوصا الدكتور حسن عبد المجيد مخطط الاحمال اللي هو في ظروف صعبه جدا ظروف كورونا قدر ان هو يقنن احماله التدريبيه. لكن انا في اتنين نفسي اشكرهم في نهايه الموسم المحلي للاتحاد المصري لكره الطائره، برضو كابتن اشرف ابو الحسن نجم مخضرم فعلا قدر يطلع بفرقته لبر الامان في الدوري وفي الكاس، ثالث دوري وثاني كاس ساهم، وان السن مش هو الفيصل، العطاء والمجهود هو الفيصل. ايج از جاست ا نمبر. وبعدين تحيه خاصه ببعتها للكابتن محمد مصلح رئيس مجلس اداره الاتحاد السكندري، عمل فرقه كره طايره بقياده المدير الفني الكابتن احمد سمير وعضو مجلس اداره اسماعيل احمد قادمه بسرعه الصاروخ، هم طالعين رابع كاس وخامس دوري وبدون اي دعم ولا لعيبه اجانب ولا اي حاجه. اعتقد انا في حديث سريع مع الكابتن اسماعيل احمد عرفت ان هو متعاقد مع مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، تمام، واخدهم من ابناء اسكندريه من نادي سموحه، يعني كون ان هو بيدعم بالمنظر ده واحتمال يجيب لاعب او اتنين، فهيبقى شكل الدوري السنه الجايه كويس جدا. بهني كابتن احمد سمير، بشكر كابتن محمد مصلح رئيس مجلس اداره، وكابتن اسماعيل احمد عضو مجلس الاداره والمسؤول عن الكره الطايره، الحقيقه عملوا عقود جديده، بقى في فرقه باسكت مميزه، الفولي عايز ينضم للباسكت في غيره هناك. اكيد احنا طبعا دي حاجه تسعدنا لانه في الاول والاخر القاعده بنتمنى طبعا يعني فرقه اسكندريه تعود على الخريطه في الكره الطايره سواء رجال او سيدات، لان ده اكيد هيكون دعم قوي لمنتخبات مصر يا كابتن. أكيد أكيد أكيد، يعني إذا كان إبراهيم فخر الدين طلع مجموعة من الناشئين، النادي الأهلي هيطلع، الزمالك عنده صف تاني
ممتاز ممتاز ممتاز. على فكرة الزمالك من الفرق المميزة جدا في المتوسط عمر البطولة، متوسط السن بتاع اللاعبين، مطلع مجموعة كويسة جدا، عايز استقرار. يمكن هو اتظلم برضو في موضوع الكورونا، لكن الزمالك داعم للمنتخبات القومية أساسي، ولو الزمالك اهتز المنتخبات تقع، لأن ما يعتمدش على الأهلي فقط، لا الزمالك من الفرق المميزة جدا 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 على مستوى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ولا غنى عنها، فهي بس تراجع نفسها إداريا وتنظم صفوفها. وأعتقد أن هو الزمالك، بص يا كابتن، إحنا طبعا هدفنا الأول والأخير هنا في حتى من أول يوم انطلاق برنامج الأبطال هو منتخبات مصر. احنا طبعا اسم منتخب مصر او تيشيرت منتخب مصر يعني تقيل، وطبعا اي حاجه في مصلحه تيشيرت منتخب مصر او منتخبات مصر اكيد احنا كبرنامج هندعمه بدون شك اكيد، بس طبعا طبعا احنا عايزين الاهلي هو البطل. البطل، لكن في النهايه الاهلي والمنتخب الاثنين، لان الاهلي هو العمود الفقري لفرقنا القوميه لجميع الالعاب الجماعيه على رجال وسيدات. يعني يا كابتن خليني اقول يمكن النادي الاهلي من اكبر الفرق او اكبر الانديه في مصر اللي بتدعم نشاط السيدات. الحقيقه حضرتك شوف كده على الخريطه، كره السله سيدات، الكره الطائره سيدات، كره اليد سيدات، بص على الخريطه كده مش هتلاقي في نادي بينافس في الثلاثه زي نادي الاهلي. يعني هتلاقي مثلا في كره اليد الشمس بينافسنا سيدات، في كره السله سيدات هتلاقي نادي سبورتنج، في الكره الطائره دلوقتي الصيد هو اللي دخل في الصوره. مش هتلاقي نادي عنده هذا النشاط وهذا الكم من الدعم لفرق السيدات. الصيد والزمالك حضرتك الزمالك معاه اتنين اجانب، معاه مجموعه مميزه، عايز تنظيم في الصفوف، عايز نظره فنيه. احنا بنتكلم سيدات يا كابتن، وسيدات الزمالك عنده سيدات ممتاز كمان. يعني انا قصدي اقول لحضرتك انه مش هتلاقي نادي لا واخد الثلاثه الاقدم في الثلاثه. الاهلي بينافس في الثلاثه، انما ده بيدل على ايه؟ انا بتكلم على الفريق الاول وخد معاه الناشئات كلهم. فالنادي الاهلي النادي الاكبر نادي في الدوله بيدعم نشاط السيدات. نشاط السيدات بالنسبه للكره الطايره ما فيش حد نفس النادي الاهلي فيه، ما فيش نادي اخد بطوله على المستوى المحلي زي النادي الاهلي ده من قديم الازل، يعني من اكتر من 30 سنه. نفس الكلام في السيدات كره اليد 25 ربع قرن ابطال بالظبط. يعني هو الكلام دوت الاهلي هو صاحب اليد الطوله بالنسبه للرياضه، ولم يهتز يعني هذا الدعم مرورا بكل الازمات الاقتصاديه اللي مر بها العالم. يعني النادي الاهلي سواء من 2011 وطلعنا مرينا بالازمه الاقتصاديه اللي كانت عنيفه شديده جدا على مصر، وايضا ازمه كورونا، النادي الاهلي ما قصرش مع اي حد، وبالعكس ما زال الدعم مستمر المادي والمعنوي. شفنا النهارده كابتن محمود الخطيب بيحضر مباراه، حاضر امبارح، يعني الدعم المادي مش هو الكفايه، لا لا الدعم المعنوي. ما انا قلت لك الاعداد النفسي هو نزل، الاهلي بقى عفاريت في الملعب. شفت انت قلت لي كده واحنا بنتفرج على الماتش، قلت لك هتشوف اداء مخالف تماما. ليه؟ لان مش ممكن يروحوا كابتن محمود زعلان، اكيد، لان بذلوا مجهود خارق. والغريب كمان ان كابتن محمود الخطيب كان له تاثير على نادي طلائع الجيش النهارده برضو، ان هم عايزين يبقوا في الصوره ويبقوا على قد المنصه الحضور ان شاء الله. خلينا برضو يا كابتن وجه التحيه لكابتن رؤوف عبد القادر كمان مدير النشاط الرياضي. الراجل الحقيقه لا يعني يبخل ابدا لا بالمجهود ولا بالدعم لكل الاجهزه الفنيه. والهرم في النشاط الرياضي في النادي الاهلي ماشي لاعبين واجهزه فنيه، نشاط رياضي مجلس اداره بالظبط. فاذا النشاط الرياضي هو همزه الوصل والكنترول الكامل لكل الالعاب سواء كبار وصغيرين. كل التحيه لكابتن رؤوف عبد القادر، وهو طبعا احد ابناء كره الطائره. انا بشاركك طبعا، بس الخوف كله ان الباسكت والهاندبول يغيروا يقول لك جايبين مدير نشاط رياضي بتاع كره طايره. مش الكلام ده يا كابتن، لكن هو الحقيقه بذل مجهود كبير جدا 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 لنجاح منظومه الالعاب الجماعيه، ولسه عنده هو العاب فرديه كمان برضه مسؤول عنها. فالراجل بيتفانى في عمله في النشاط الرياضي، وده شيء يسعدنا. كابتن خش بقى، يعني احتفلنا واتبسطنا والدنيا جميله والكلام ده كله، خلينا نخش بقى حته فنيات كده. يا كابتن حضرتك شايف النادي الاهلي محتاج ايه في المستقبل القريب كطايره رجال وسيدات يا كابتن؟ في الاثنين محتاج بالذات في الرجال
اللي هو اعطاء الثقه للصف الثاني، لان الصف الثاني اللي هو في النادي الاهلي يعتبر صف اول حضرتك في جميع الانديه اللي موجوده، بما فيهم طلائع الجيش، بما فيهم فيما عدا الزمالك. يعني الزمالك سبقنا في الحته دي، انه نزل بمتوسط السن، جاب لعيبه صغيرين بيصبر، ممكن قوي ان هو يجني ثمار هذا الكلام. النادي الاهلي لابد ان الصغيرين، ما اتمناش ابدا ان هو يطلعوا اعارات بره، لابد ان يكون في لجنه فنيه، في عند الدكتور وجيه حمدي موجود، في كابتن احمد زكريا، في تهاني توسن، في اساسا خبره كابتن رؤوف. كابتن تهاني توسن على فكره لمسه رئيس جهاز الناشئات في النادي الاهلي، وده طبعا قيمه كبيره كابتن تهاني توسن الحقيقه طبعا، وقرار انتظرناه كثيرا. والكابتن رؤوف عبد القادر قيمه كبيره برضه، يقدر يوازن الكلام ده. يعني مش شرط ان انا اطلع مجموعه علشان تلعب بره، لا، الاول ادعم واخليهم يديهم الثقه جوه النادي عندي، اديهم الثقه جوه النادي عندي على الاقل، بدل ما يطلع خمسه او سته طلع واحد او اتنين، وخلي اربعه يبقوا موجودين. الاربعه دول هيستفيدوا اكتر، لان مفيش لا جهاز فني زي اللي موجود في النادي الاهلي، مفيش الادوات والاكويبمنتس والاجهزه المساعده زي بتاعه النادي الاهلي، مفيش العلاج والرعايه الطبيه زي اللي موجوده في النادي الاهلي، مفيش مخطط احمال زي اللي موجود في النادي الاهلي، واحد في الاهلي واحد في طلائع الجيش. يعني كابتن ابراهيم فخر الدين عنده نفس الجهاز، نفس الفكره يا كابتن، نفس المدرسه، انما مفيش في نادي تاني موجود الكلام ده. لا طبعا، يعني فعلشان كده انا الاولاد الصغيرين دول نفسي ان هم ياخدوا فرصه في النادي الاهلي. ده اللي هو الحته اللي انا ده للرجال يا كابتن. طب بالنسبه للسيدات نفس الكلام ينطبق على السيدات ولا حضرتك شايف؟ بس لا، بنسبه 30-40%. اذا كان في اي مشاكل في فريق السيدات، كابتن رؤوف عبد القادر كفيل ان هو يقدر يذللها. اذا كانت اللاعبه الاجنبيه مش كويسه، ينهي عقدها ويشوف حد، لان السنه الجايه في افريقيا خلاص، وفي عرب، وفي دوري، رجعنا بقى تاني بقى، هنرجع خلاص للموسم. هو كابتن حمدي الصافي لما كان معانا يا كابتن قال انه في، هو دايما مبداه او سياسته بيبص على ناشئات النادي الاول، لو الناشئات لقى المطلوب خلاص، ما لقاش بيبتدي يبص لبره. فهو الحقيقه بيدور على صفقه واحده بس، طبعا ما قالش عليها، هي في صفقه واحده النادي الاهلي داخل فيها دلوقتي. هل حضرتك تؤيد ذلك، ان انا ابص للبنات عندي الاول ناشئات، وبعد كده لم اللي ما لقوش في الناشئات ادور عليه بره، ولا راي حضرتك ايه؟ لا ده 100% كابتن، يعني اعتقد انه اخذ خبره كبيره جدا كابتن حمدي الصافي في تدريب فرق الانسات والسيدات. ناشئات النادي الاهلي اذا كانوا خسروا فرقه 19، ففورا كابتن رؤوف صحح الاوضاع، جاب جهاز فني جديد، لان اللاعبات هم العنصر الاساسي في منتخب مصر تحت 19 سنه. فالحته ديت ممكن ان هي تحصل في اي فرقه، لكن انا بوعدك ان الاولاد الصغيرين بتوع ناشئات النادي الاهلي دول، مع وجود تهاني توسن، مع وجود الدكتور وجيه حمدي، هيبقى لهم شان اخر في السنوات القادمه. دي لقطات يا كابتن من مباراه امس في صاله الشرقيه للدخان بالهرم. ايوه، حصلنا فيها طبعا على المركز الاول، كانت المباراه النهائيه مع نادي الصيد 3-0. طبعا شهدت حضور كابتن محمود الخطيب، وزي ما حضرتك شايف يعني ما شاء الله عندنا وفره في اللاعبين بشكل كبير، تجديد العقود كابتن النهله سامح طبعا كابتن الفريق الكابتن الكبير. طبعا ده كان الكاس، والدوري كان حسم قبلها بجولتين، العلامه الكامله 66 نقطه من 22 ماتش، من 22 ماتش 66 نقطه بالظبط، وايضا الكاس. وخليني اقول يا كابتن دكتور فؤاد حته برضو كده، ان النادي الاهلي في كاس الاهلي رجال خد المباريات من دور الثمانيه، دور ال 32 ال 16 ال 8 قبل النهائي، النهائي 3-0 كله، ما خسرناش ولا شوط في الكاس. لا انا بقى يعني بخبرتي اللي فاتت كلها، ايوه كابتن اديني بقى الزيتونه، الزيتونه دي انا اتمنى ان هم يفكروا فيها كويس جدا. انا حضرت المباراه النهائيه في كاس مصر امبارح، تمام، وشفت الفرقه كويس جدا. هو في شروق صناعه العاب النادي الاهلي، تمام، والبديل معاها محير الكابتن حمدي الصافي، في سهيلة وفي بنت تانية صغيرة لعبت برضو، لكن مش مالين مركزهم بالنسبة للنادي الأهلي على المستوى الأفريقي. والمستوى الأفريقي دوت هتلاقي تونس والجزائر
يعني من الفرق المنافسه كويسه. وانا بتفرج على المباراه كان جنبي وجيه حمدي، دكتور وجيه حمدي، فوجئت بنجمه كبيره جدا في النادي الاهلي، فريده العسقلاني. العسقلاني طبعا دي سنتر بلوك، واحد لاعبات الكره من سنتين واحد لاعبات الكره الطائره الشاطئيه. فوجئت ان هي بتملك مهاره الاعداد. لا 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 يا كابتن، على مستوى عالي جدا. لا ما تقولش بجد والله، يعني اولا فريده العسقلاني هي سنتر بلوك منتخب مصر. صحيح. واحنا بنعاني في حائط الصد اللي موجود سواء من شروق او من غيرها في الاهلي وفي الزمالك وفي الصيد، كلهم قصيرين. ما فيش زي عبد الله عبد السلام كده طويل في البلوكات، ما عندناش كده في البنات. دي طويله، نمره 2 ضاربه، نمره 3 مميزه جدا في الاعداد. احنا ممكن نجد مكان فريده في مركز 3 بديل يقدر يلعب في طوال جدا، في البنت مالي متولي موجوده وفي زيها. يعني راي حضرتك عايز يعني يصنع تعمل مانوفر بيها واروح انا مدخل دي هي والشروق، وابقى انا حكمت المركز ده. لا حكمت افريقيا والعرب اذا حد فكر انه يجي يلعب معايا. هتبص تلاقي شكل منتخب مصر هيتغير، حائط الصد بتاعك اتغير كمان. لا لا والاعداد اتغير. يعني كله بالجام باس وبنت طويله، ومحدش هيشوط بقى اللي كله متعود هاف تويست المركز 4 وشوط على الخط، مش هيقدروا يعملوا هذا الكلام. لو جراءة حمدي الصافي وفكر في الكلمتين دول كويس، انا ايمن فؤاد هو المدرب المساعد مع الكابتن حمدي الصافي، قلت له الفكره دي، قال لي ايمن فؤاد عبد السلام، كمل حضرتك الاسم لو سمحت. هو موجود. انا امبارح قلت له انا اتفرجت، ولو انا المسؤول انا هستعين بدي، وده المركز ده فاضي في مصر، كل اللي موجود فيه ما هوش زي فريده. فريده موهوبه. عبد الله عبد السلام لعب معايا ضارب، لعبته في مركز 2 ضارب، وهو احسن معد في مصر طبعا، في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا، وما زال ما شاء الله، وضارب ممتاز. ومع ذلك حركته وديته ضارب لما بس علشان في المركز ده ناس تانية تقدر تلعب معاه، فثبتناه لان هو مميز والمستوى يعني متقارب ما بينه وما بين التانيين. لكن فريده في ليفل والباقي هيبقى في ليفل تاني. صحيح يا كابتن. دي يعني انا عايز اقول لحضرتك دي نصيحه بقى، يعني اكيد بص اكيد كابتن حمدي بيتفرج علينا، واكيد الموضوع ده هيروح له، وطبعا كل الاحترام والتقدير طبعا للاعبات اللي بيلعبوا مع شروق في نفس المركز. اكيد هم يعني ممكن كانوا مش موفقين ولا حاجه ماتش امبارح، ولكن فنيا اللي حضرتك بتقوله بيدي حلول للمدير الفني. الطول، الجسم اللي موجود، الناحيه البدنيه، المهارات الحركيه بتاعه الكره الطايره متوفره في البنت. حضرتك قلت كلمه مهمه كمان، عبد الله عبد السلام بدايته كان ضارب، يعني بدايه عبد الله عبد السلام ونظره، يعني الله اعلم بقى مين بقى كان ساعتها، حضرتك ولا مين بقى؟ لا ما ولا كابتن علي عساف ولا مين؟ لا 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 هو علي العتال ممكن يكون في يكون ممكن يكون كابتن علي عتال، هو كابتن علي عتال اللي شافه وقال شاف اللي حضرتك شفته ده بالعين اللي حضرتك شفتها. انا اللاعب لانه كان في ماجد مصطفى. ماجد مصطفى كان ملوش حل زي حضرتك كده في الباسكت، مالكش حل. فهو انا لعبته وكون ما كانش ينفع اقعد ده اكتر من كده على البنش، فبنزله وبيقول لك فؤاد جايب واحد اجنبي اسمر اجنبي، جايب واحد افريقي. فالحقيقه كان مميز وهو لا زال مميز. ما هو علي كابتن علي العتال كان مدرب علي العسال. علي العسال انا اسف، كان مدرب عبد الله عبد السلام تحت 15 سنه بالظبط، وكان عبد الله عشان طوله وجنبه اسمر وصاحب بشره سمراء كان بينط، فكان ضريب، هو اللي شاف النظره اللي حضرتك شفتها دي، وكان عنده الجرأه ان يحركه يخليه سنه. وجي بقى مدربين بقيمه حضرتك ثقلوا هذه الموهبه، وسبحان الله تبقى انت رايح في حته وبعين ثاقبه لمدربين. ما دي ميزه الخبره يا كابتن، تجمع الخبره مع مشوارك الطويل، فالنظره زي دي بتفرق جدا جدا، وممكن تخلي منتخب مصر حتى نفسه في حته تانية. طبعا طبعا بقول لحضرتك البنت دي الكره وهي خارجه من صوابعها، لا ده في مستوى تاني، في مستوى عالمي. يعني انا لما اجي ابص لكوريا واليابان واجي ابص للبرازيل، البنت دي تغير تنقل الكره الطايره النسائيه نقله كبيره جدا. ما شاء الله. ومين اللي قاعد جنبي امبارح في المباراه؟ أيوة. تهاني توصل. شفت بقى، قلت لها يا تهاني الوضع كذا كذا، وانا لو منك ان البنت دي ما رضيتش ارجعي العبي بصيره يا تهاني. قالت لي انا ركب، قلت لها، قالت لي بصيره ممكن بس ضريبه، لان احنا محتاجين الموهبه في الاعداد اللي تقدر تطلع بلوك أكيد. وما تبقاش الحته دي شارع موجود أكيد. في الضرب أكيد. أكيد. عندها يعني اشرف ابو الحسن حافظ
بس الطول بتاعه والناحيه البدنيه هو اخذ بلوك النهارده وهو بيلعب، لكن مش زي عبد الله ما تقدرش تلف من عنده. صحيح طويل. صحيح يعني صحيح. لما حمدي الصافي كان بيلعب وانا كنت في طلائع الجيش، ممنوع انك تضرب على اللاين من ناحيه حمدي الصافي، ممنوع قافل. لان لو ضرب هخصم له. فانت العب على السنتر وحود. حمدي الصافي ما تضربش من ناحيه ده، اسمنت في الحته دي. ما شاء الله يا كابتن، والله يعني بتفكرنا بايام جميله. دكتور فؤاد عبد السلام، طبعا انا بشكر حضرتك. شكرا. يعني اللقاء مر سريعا في وجود حضرتك، وبشكرك ونورتنا ودايما يعني معانا في الانتصارات. الف مبروك للنادي الاهلي، شكرا لحضرتك وللبرنامج هنا. انا سعدت طبعا ان انا في بيتي وبحلل مباراه وبحتفل مع حضرتك بالبطوله. نورتنا وشرفتنا، وكل التوفيق لحضرتك يا دكتور. شكرا يا فندم. اعزائي المشاهدين، كانت ليله ولا احلى. احنا هنختم معاكم، ولكن انتظروا الاستوديو التحليلي. طبعا ماتش النادي المصري والاهلي شغال دلوقتي، ولكن بعد المباراه الاستوديو التحليلي طبعا مع الكابتن ايمن شوقي زميلي العزيز، وطبعا الاهلاوي الصميم، هنروح له طبعا في الاستوديو التحليلي وضيوفه المحللين ايضا. انتظروا بعد المباراه، مش كده يا جماعه؟ بعد المباراه ان شاء الله. تمام بقى، بين الشوطين، بين الشوطين ان شاء الله كابتن ايمن شوقي هيكون معاكم. انتظروا الاستوديو التحليلي، وانتظروا طبعا تحليل مميز زي ما عايدنا على الكابتن ايمن شوقي وضيوفه. الف مليون مبروك للنادي الاهلي، الف مليون مبروك مجلس ادارته، الف مليون مبروك جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله حلقه جديده وقصه جديده وابطال مصر وابطال النادي الاهلي. شكرا جزيلا. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته.